برحب بحضراتكم مرة تانية، وبأكد لحضراتكم إن المسحة اللي أجرتها بعثة الأهلي النهاردة طلعت بالكامل سلبية، وطبعا المسحة دي تبع الفيفا. عايزين نطمن أكتر على فريقنا وعلى أخباره. معانا مفادنا أمير هشام. مساء الخير عليك يا أمير. مساء النور عليك يا سارة، تحياتي ليكي وتحياتي لأحمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أمير، قبل ما ندخل في أخبار اليوم النهاردة والتفاصيل، الناس كلها عايزة تطمن على بدر بنون. طيب، هو ده الخبر فعلا الأهم. بدر بنون بإذن الله بإذن الله نسب كبيرة هيشارك في مران النهاردة طبقا لآخر التطورات. اللاعب طبعا زي ما احنا عارفين عنده كدمة في الكاحل، في بعض الآلام البسيطة لسه اللي بيشعر بيها بدر بنون، لكن بيتم التعامل معاها من خلال طبيب الفريق دكتور أحمد أبو عبلة، ونسب مشاركته في المران النهاردة بإذن الله هتكون كبيرة. في كمان جلسة بتعقد اللاعب بخصوص الموضع الإصابة عشان يتم التعامل معها بالشكل الطبي الأنسب، وبالتالي محاولات مكثفة يعني إعطاء بدر بنون فرص للجاهزية في مباراة الغد بإذن الله تعالى، وقبل كده كمان أنه هو يشارك في التدريبات النهاردة. عايزين نطمن جمهور النادي الأهلي، إن شاء الله بإذن الله هنطمن أكتر كمان قبل بداية المران ومن خلال مشاركة اللاعب في التدريبات بإذن الله تعالى. النهاردة بيمشي بشكل طبيعي في فندق أو مقر إقامة النادي الأهلي هنا في المونديال، وده أمر مبشر جدا بإذن الله. بإذن الله يطمننا أكتر هو اللاعب من خلال مشاركته بإذن الله تعالى في تدريبات اليوم يا سارة. إن شاء الله. طيب، يهمنا كمان نتكلم معاك النهاردة، كان الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والدحيل، يعني تقول لنا أهم العناوين الخاصة بالاجتماع ده أمير. طيب، يعني اهم وابرز عنوان في الاجتماع ده يا احمد هو بخصوص الزي اللي هيرتديه النادي الاهلي في مباراه الغد. الاهلي خلاص بشكل رسمي هيلبس الزي الرمادي، الاويكت رمادي في اسود، التيشيرت والشورت اسود والجورب اسود. في المقابل فريق الدحيل هو صاحب الملعب هيلبس احمر في احمر في احمر، وده الزي الرئيسي بتاعه او الزي الاساسي بالنسبه له يعني. فده ابرز شيء في المؤتمر او في الاجتماع الفني النهارده. بالتحديد كمان تم الاستقرار على موعد وصول فريق النادي الأهلي، هيكون قبل الساعة ونص من انطلاق المباراة بإذن الله تعالى. نفس الحال بالنسبة لفريق الدحيل، هيوصل في نفس التوقيت أو قبل كده كمان بخمس دقائق. هيبقى فيه يعني عمال غرف الملابس من النادي الأهلي هيوصلوا الملعب مبكرا لبعض التحضيرات الخاصة بغرفة ملابس النادي الأهلي. بالتحديد هيوصلوا قبل أربع ساعات من انطلاق مباراة. كمان تم تخصيص الدكة اللي على اليمين هي دكة النادي الأهلي، والدكة اللي على اليسار هي دكة فريق الدحيل. الغرف الملابس اللي على اليمين طبعا هتكون برضو بالنسبة للنادي الأهلي، ونفس الحال على اليسار بالنسبة لفريق الدحيل القطري. كل الأمور في الحقيقة ماشية بشكل جيد. الاجتماع الفني استغرق حوالي ساعة أو ساعة وربع بالكثير، حضروا كل إداري النادي الأهلي وكل المسؤولين عن الفريق، نفس الحال بالنسبة طبعا لفريق الدحيل كمان، وكان من خلال الفيديو كونفرنس وتم التواصل والاستقرار على كل الامور اللي بتتعلق بهذه المباراه او ما قبل هذه المباراه كمان تحديدا. تم التنبيه على كمان اشياء عديده، اهمها طبعا ارتداء الكمامات بالنسبه للاعبين اللي ما بيعملوش عمليه الاحماء او اللي ما بيشاركوش طبعا في المباراه، يعني اللي بيشارك في المباراه في ملعب طبيعي مش هيلبس كمامه طبعا، واللي بيعمل عمليات الاحماء قبل المباراه برده ما يلبسش كمامه. نفس الحل للاعبين مثلا ممكن يتم تبديلهم، او اللاعبين ممكن يشاركوا في الشوط الثاني وهم بيسخنوا ما بيبقوش لابسين كمامه، بس تم تحديد ثلاث او اربع لاعبين على حد اقصى هم اللي يقوموا بعمليات الاحماء مثلا على مدار احداث المباراه. يعني مش ما ينفعش الدكه كلها مثلا تقوم تسخن، لا، ثلاث اربع لاعبين كتير قوي هم اللي يسخنوا علشان لو مدير فني عايز ينزل حد فيهم. اي لاعب متاح ليه ان هو يكون متواجد على دكه البدلاء حتى لو لاعب مصاب، بس يكون مقيد في قائمة النادي الأهلي في المونديال. دي تقريبا أبرز الأمور يعني. أمير، تم الاتفاق على عدد التغييرات المسموح بها لكل فريق وآلية عملية التبديل؟ طبعا هيكون خمس تغييرات. دي جزئية مهمة قوي يا أحمد في الحقيقة.
بالظبط، هيكون 5 تغييرات بالنسبه لكل فريق على مدار احداث المباراه او ال 90 دقيقه بالكامل. ممكن يبقوا 6 في حاله واحده، لو بعد ما الفريق يعني استنفذ ال5 تغييرات بالكامل وفي لاعب اتصاب اصابه خطيره في الراس، هي دي الحاله الوحيده اللي ممكن تضيف تبديل سادس يكون بالنسبه للفريق. الحاله الاخرى كمان في حاله وصولك للاكسترا تايم، لو وصلت للاكسترا تايم وانت عامل 5 تغييرات يحق ليك التغيير السادس يكون على مدار شوطي الاكسترا تايم. دي الامور اللي تتعلق بالتغييرات في هذه المباراه بالنسبه للفريقين. يعني تمرينه النهارده هتكون على ملعب المباراه بقى مفترض، مظبوط؟ لا، طبقا للوائح الاتحاد الدولي لا يحق لاي فريق ان هو يتمرن على ملعب المباراه اطلاقا، ده حفاظا على ارضيه الملعب، ودي لوائح الاتحاد الدولي في البطوله دي يعني في الحقيقه. فبالتالي التدريب النهارده بالنسبه للنادي الاهلي هيكون على نفس الملعب اللي استضاف تدريبات النادي الاهلي على مدار الايام السابقه، ده هو اللي هيحصل النهارده. كمان تدريب مهم لعدد من الجوانب، اهمها طبعا جزئيه بدر بنون ونطمن عليه اكتر في موضوع مشاركته في التدريبات ولا لا. كمان هيتم الاستقرار بقى بشكل نهائي. هو بالمناسبه يعني خليني اقول لك يا احمد ان مستر بيتس موسيماني خلاص استقر على التشكيل، يعني استقر عليه وكان واضح في تدريبات الامس يعني في الحقيقه، لكن النهارده اكيد هيستقر بشكل نهائي خالص على. طب ممكن تنقل لنا ملامح التشكيل امير؟ يعني استراتيجيته القوام الاساسي اللي انت تابعته من خلال رؤيه مستر موسيماني في التدريب؟ افضل ان احنا ما نتكلمش في التشكيل لان ده امر بيتعلق بالمدير الفني، وخصوصا يا احمد ان يعني قناه الاهلي الناس متابعينها جامد جدا هنا في المونديال بالمناسبه، فاحنا مش عايزين نتكلم في فنيات تتعلق بالفريق علشان يعني نسيب بالظبط، عشان يبقى في يعني خصوصيه ويكون احنا عنصر بيساعد الفريق على تحقيق اهدافه كمان، فخلينا ما نتكلمش احسن في التشكيل اللي بيتعلق بالنادي الاهلي في هذه المباراه. لكن هو الراجل خلاص استقر بشكل كبير جدا على شكل الفريق واستراتيجيته في مباراه الغد باذن الله تعالى. خليني اقول لك بقى يا احمد كمان الاعصاب خلاص يعني كلنا متاهبين جدا للمباراه، كلنا متحمسين جدا انطلاق هذه المباراه. خليني اقول لك كمان يا احمد ان في هذه اللحظات بيرجع المدير الفني مستر بيتسو موسيماني من المؤتمر الصحفي بعد انتهائه، وداخل في هذه اللحظات في مقر اقامه النادي الاهلي، وطبعا والجهاز الاداري بالكامل اللي كانوا متواجدين في المؤتمر بعد انتهاء هذا المؤتمر واللي كان مخصص من قبل الفيفا للجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي. حضر كل هؤلاء اللي انت شايفهم قدامك في الصوره في المؤتمر، طبعا الجهاز الاداري بالنسبه للنادي الاهلي والجهاز الفني، وكلهم كمان يعني عينوا ارضيه الملعب وشافوا الاستاد، في الحقيقه استاد جيد ومميز جدا. فبالتالي انا بحاول اعيش كل الاجواء يعني في الحقيقه لحظه بلحظه. ساعه الاستاد يا امير لو سمحت ممكن تكلمنا عن ساعه الاستاد؟ احنا عرفنا انه الفيفا سمح ب 30% هتكون نسبه الحضور من ساعه الاستاد، هو ساعه الاستاد اساسا هتبقى في حدود 40,000، يعني متوقع انه اللي يكون في الملعب حوالي 12,000 متفرج او 13,000 متفرج. من 13 ل 14,000 متفرج بالظبط يا احمد، وهيبقى ما بين كل متفرج والاخر كرسيين فاضيين، وهيتم توزيعهم على المساحه الكامله لمدرجات استاد المدينه التعليميه اللي هيستضيف مباراه الاهلي غدا والدحيل باذن الله تعالى، وده الامر اللي تم الاتفاق عليه او اللي تم. هل هيتم تخصيص اماكن لجماهير النادي الاهلي واماكن لفريق الدحيل، ولا يعني هيسمح لجماهير الناديين بالجلوس في نفس المدرجات؟ لا اعتقد هيبقى في تخصيص لاماكن جماهير الاهلي، وبالمناسبه بنسبه كبيره جدا جدا جمهور النادي الاهلي هيبقى اكتر من جمهور الدحيل بكره، لان الاهلاويه اللي موجودين هنا حجزوا تذاكر من بدري قوي قوي وكلهم جاهزين يحضروا الماتش ومش هيناموا الليله عشان عايزين يعني الماتش يجي بسرعه ويحضروا ويشوفوا فريق النادي الاهلي هنا في المونديال في الحقيقه. فاكيد هيبقى في اماكن مخصصه لجمهور الاهلي واماكن اخرى مخصصه لجماهير الدحيل، بس هو التاكيد كله على طبعا الاجراءات الاحترازيه ويعني التباعد الاجتماعي اللي هيكون ما بين كل فرد والاخر في المدرجات. زي ما قلت لك مثلا فرد يبقى قاعد في الكرسي ما بينه كرسيين وما بين الفرد الثاني كرسيين فاضيين، يعني فده امر خلاص يعني تم الاستقرار عليه بشكل نهائي. بشكرك جدا امير هشام، مفادنا لمونديال الانديه.